مرحبا بكم. في هذا الفيديو سنتحدث عن كيفية تخليص البطن من الغازات، وهي الطريقة الأكثر فعالية للتخلص من الألم والانتفاخ الناتج عن تراكم الغازات في الجهاز الهضمي. انتفاخ البطن مشكلة شائعة قد يعاني منها الكثير من الأشخاص، وقد يسبب الشعور بالإزعاج وعدم الراحة، لكن لا داعي للقلق، فهناك عدة خطوات بسيطة يمكن اتباعها للتخلص من هذه المشكلة. في هذا الفيديو سنقدم لكم طرق فعالة للتغلب على انتفاخ البطن واستعادة الراحة والثقة في نفسكم بسرعة. أولاً، إخراج الغازات من البطن، وهي الطريقة الأكثر فعالية للتخلص من الألم والانتفاخ الناتج عن تراكم الغازات في الجهاز الهضمي. ثانياً، التغوط. التغوط عادة ما يسهم في حركة الأمعاء وإخراج البراز، مما يؤدي إلى تحرك الغازات المحبوسة في الجهاز الهضمي، وبالتالي يخفف من انتفاخ البطن. ثالثاً، شرب شاي الأعشاب مثل الزنجبيل والبابونج واليانسون والنعناع، يمكن أن يساعد ذلك في تخفيف انتفاخ البطن بشكل سريع. رابعاً، قم بوضع قربة ماء ساخنة أو وسادة تدفئة على البطن، مما يعمل على ارتخاء العضلات المحيطة بالأمعاء. هذا التأثير يساهم في تحفيز حركة الغازات داخل الأمعاء وتسهيل عملية انتقالها خارج الجسم. خامساً، إضافة ملعقة من خل التفاح إلى كوب من الماء وتناوله، فإذا قمت بذلك سيعمل خل التفاح على تنظيم عملية الهضم وتخفيف الانتفاخ، مما يساعد على شعورك بالراحة في وقت قصير. سادساً، تناول دواء السيميثيكون. يعمل السيميثيكون على تفتيت فقاعات الغاز المتراكمة في الجهاز الهضمي، مما يساعد على تقليل الانتفاخ والشعور بالتورم. يمكن الحصول على السيميثيكون دون حاجة لوصفة طبية. إذا كان انتفاخ البطن شديداً أو مستمراً أو مصحوباً بأعراض أخرى مثل ألم في البطن، حمى، قيء، إسهال، دم في البراز أو فقدان الوزن، يجب مراجعة الطبيب فوراً لتحديد السبب وعلاجه بشكل صحيح. بعد مناقشة طرق التخلص من انتفاخ البطن بسرعة، سنتعرف الآن على بعض النصائح التي تساعد في منع تراكم الغازات وانتفاخ البطن، بالإضافة إلى الطرق التي ذكرناها سابقاً. ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة من 3 إلى 4 مرات في الأسبوع على الأقل. التقليل من تناول الخضروات الصليبية مثل الملفوف والقرنبيط والبروكلي، لكن يجب عدم تجنبها تماماً لأنها مغذية. تجنب تناول منتجات الألبان مثل الحليب والجبن لمن يعانون من عدم تحمل اللاكتوز. مراجعة الأدوية التي يتم تناولها، فبعض أنواع الأدوية يمكنها أن تبطئ حركة الأمعاء فتسبب الغازات، مثل بعض أدوية ضغط الدم ومضادات الاحتقان. تناول الطعام ببطء ومضغه جيداً قبل بلعه. التقليل من تناول المشروبات الغازية والأطعمة المخمرة. تجنب الشرب باستخدام القشة أو مباشرة من الزجاجة. الإقلاع عن التدخين. التقليل من تناول المحليات الصناعية والأطعمة المقلية والبصل والثوم والأطعمة الغنية بالدهون والبهارات والبقوليات. في النهاية، يهم التأكيد على أن هذه الاستراتيجيات لا تؤدي إلى التخلص من انتفاخ البطن في يوم واحد، بل يجب اعتمادها كجزء من نمط حياة صحي يساعد في تقليل تراكم الغازات والانتفاخ. استخدام هذه النصائح بانتظام يمكن أن يساعد في تخفيف الأعراض المرتبطة بالانتفاخ مثل الألم والضيق وعدم الراحة.